يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. إلى عالم الاتصال، حيث أمضت شركة ريدو الرائدة في عالم الاتصالات عقد شراكة مع وزارة الشباب، والذي بمقتضاه يصبح ريدو الشريك الرسمي لمختلف نشاطات الوزارة على غرار قرى التسلية، نشاطات الترفيه للأطفال والشباب، وكذا الحفلات الوطنية والندوات الموضوعاتية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لمرافقة الشباب. أحمد راشدي حضر حفل التوقيع ورصد التالي. Pour avancer la jeunesse au niveau loisirs et au niveau formation et au niveau technologie et au niveau économie en général, pour avoir une société prospère. Mais chaque action, chaque projet, chaque déclaration et chaque action concrète derrière donne beaucoup d'espoir. أعجبك الفيديو؟ سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة.